بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. أود أن أتذكر معكم آخر آية نزلت من القرآن. الله تعالى قال فيها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. انظروا أيها الأحبة، آخر آية في القرآن ختمت أن الله لا يظلم، وختمت بالتقوى، ضرورة أن نتقي ذلك، نخاف من ذلك اليوم. التقوى هي الخوف وتجنب الشيء، نتجنب مصاعب ذلك اليوم، نتجنب أهوال يوم القيامة، نتجنب غضب الله سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك؟ من خلال رضا الله، من خلال أن نلتزم بتعاليم الله، من خلال بر الوالدين، من خلال الصلاة، من خلال الصدقة، من خلال الكلام الحسن، وقولوا للناس حسنا، من خلال معاملة الآخرين بشكل حسن، من خلال أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، من خلال ألا تؤذي أحدا، من خلال أن تتذكر أن هناك لقاء مع الله سبحانه وتعالى، أن تتذكر عذاب القبر. لذلك أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو حسن الخلق، أحسنكم أخلاقا هو أقرب مجلسا من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أحبتي في الله، هذه الآية العظيمة ينبغي أن نحفظها ونتدبرها كل يوم ونعمل بما فيها، لأن الله جمع فيها كل الخير وجمع فيها القرآن كله. احفظوا هذه الآية رجاء ورددوها وتذكروها كل يوم، عسى أن نلقى الله وهو راض عنا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم.